أنا مبسوط جدا إن أنا معاكم. هنتكلم النهارده إن شاء الله عن إيه البرمجة. الزمن الجاي ده كله كل حاجة فيه، كل وظيفة بتتعامل معاها معتمدة على البرمجة. العالم بتاع البرمجة وعالم الذكاء الاصطناعي بيحصل فيه حاجات جميلة جدا ومذهلة، ممكن كتير مننا ما نكونش نعرف عنها حاجة. وأول ما نشوفها فعلا ممكن يجيلنا ذهول. في روبوت اسمه كوزمو. كوزمو الروبوت ده عباره عن روبوت صغير من الالعاب اللي انت ممكن تجيبها لابنك او بنتك. الروبوت ده بيشتغل بالذكاء الاصطناعي، بيتعرف على الناس اللي في البيت، ممكن يتناقش معاك، روبوت ذكي. الموضوع ما بقاش مجرد لعبه بتديها لابنك يلعبها. الروبوتس اللي بالشكل ده عندهم حاجه اسمها سوفت وير ديفلوبمنت كيت. ممكن ابنك لما يتعلم البرمجه ممكن يطور في الروبوت نفسه، يعني يعمل حاجة في الروبوت ما كانتش موجودة فيه قبل كده. يعني هو هيبقى بيشارك الصانع في الإمكانيات بتاعة الروبوت. في كوباية اسمها إمبرمجة، كوباية هي سوفت وير، يعني بعد فترة ممكن تأبديت الفيرم وير بتاع الكوباية. حاجة من الحاجات اللي ممكن ناس كتير ما تعرفهاش، يعني المستقبل كله رايح ناحيه البرمجه. احنا اتكلمنا عن البرمجه واهميتها وان انت لازم تتعلمها، والتعليم هو المشكله او التوب او يعني محور الحديث اللي جاي نتكلم عليه هو موضوع التعليم. السنين اللي فاتت كلها حصل مشاكل بين الناس اللي بتتعلم في الكليه والناس اللي بتتعلم سيلف ليرن من بره الكليه، وحصل خناقات كتير، واكيد انتوا من الناس اللي قابلت صاحبك او اي حد على السوشيال ميديا شفت خناقات بين حد خريج كليه وحد مش خريج كليه تقنيه مثلا. الناس تعرف عني ان انا خريج خدمه اجتماعيه، حاجه مالهاش علاقه بالكمبيوتر خالص نهائيا. هو الحقيقه مش خريج خدمه اجتماعيه، انا اصلا ما اتخرجتش من الخدمه الاجتماعيه اساسا. انا دخلت خدمه اجتماعيه وامتحنت ومشيت، حتى ما رحتش خدت الشهاده. خد بالك انا هحكي لك الجانب السيء والجانب الجيد في المجتمع، عشان اللي انت دايما تسمعه هو الجانب الكويس، لكن انت ما بتسمعش الجانب السيء. وللاسف الناس اللي بيوديك في توجه خاص بيه ما بيقولكش الجانب السيء وما بيقولكش المشاكل اللي هتواجهك. كل يوم تقريبا بدخل في نقاش مع ناس كتير، منهم احمد ابو زيد، دروس اونلاين، مستر ابراهيم عادل، كده عارفين الناس دي كلها. عن التعليم، احمد ابو زيد كان في كليه هندسه وساب الكليه. في واحد اسمه احمد مسعد، ممكن حد فيكم يكون يعرفه. احمد من التوب ريتد ديفلوبر في اب وورك، حاجه كده ما شاء الله عظيمه جدا يعني. احمد كان في كليه هندسه وسابها. هنا اي حد في الدنيا هيقول لك طب من الطبيعي ان انا بقى اسيب كليتي، او لو انا في ثانويه عامه ما ادخلش كليه تقنيه عشان انا سمعت عن الناس دي. الناس دي هو الناس اللي نجحت، بس انت ما حدش قال لك على الناس اللي فشلت، وما حدش هيقول لك. المجتمع دايما بيفوكس على الناس الكويسه او الامثله الناجحه، بس ما حدش فيهم بيفوكس يقول لك ان انا في 100 فشلوا، لانه مش مستفيد، انت مش مستفيد حاجه لما تعرف ان في 100 فشلوا، بس لازم يتحكي لك عشان تاخد القرار السليم. كتير بيقابلني ناس يقول لي انا مش هدخل حاسبات، انا هذاكر لوحدي وهنجح وهبقى جامد وهبقى زي بيل جيتس والناس دي. قصاد بيل جيتس ومارك والناس اللي ما دخلتش مثلا كليات، عايز اقول لك ان في ملايين الناس عملوا زيهم وفشلوا. فانت لازم لما تدخل في مقارنه تعرف الصح والغلط قبل ما تقرر. الناس بقى ما بتعملش كده، الناس بتاخد الامثله الناجحه. كان من ضمن النقاشات كان حد بيسالني يعني ليه في حد مش في حاسبات مشهور جدا وبيدرس برمجه او جامد وعامل مشروع محترم؟ الاجابه الحقيقه هتكون صادمه جدا. الشخص اللي في حاسبات هو اصلا ناجح. هو اصلا ناجح. يعني هو دخل كليه مجموعه عاليه جدا، يعني ذاكر انه الى حد ما نقدر نقول 100% يعني ان هو ذكي فنجح، فده الطبيعي بتاعه. اللي مش في حاسبات بيتعلم سيلف ليرن ونجح، المجتمع بيفوكس عليه عشان ده حاله نادره غير الحالات العاديه. فده ما فيهوش ولا تقليل من ده ولا تقليل من ده. انا نجحت عشان انا كنت جامد وخدت التحدي. الشخص العادي هو كده كده ناجح، مش محتاج يكون مثال ان الناس تاخد المثال ده وتحاول تعمل زيه. الناس اللي عايزه تسيب الكليه او عايز يطلع من الثانوي على الحياه على طول، للاسف
هيواجه مشاكل كتير جدا. اولا انت مش الامثله اللي نجحت، ممكن ما تكونش زيهم وممكن تكون زيهم. الصح ان انت تجرب وبعد كده تبدا تشوف انت هتنجح في المجال ده ولا لا. كل شويه بسمع واحد بيقول لي انا في الكليه ما اتعلمتش حاجه، 4 سنين تقريبا يوميا بيجيلي 5 رسائل، 4 سنين في الكليه ما اتعلمتش حاجه، والدكتور كان كذا وكذا والكلام ده كله. بفضل اقول له انه ممكن الدكتور كان كويس ولايك فيك انت. بفضل اقول له ممكن الكليه فيها مشكله بس انت كنت محتاج تذاكر من بره. دايما عايز اقول له انه تجربتك غير تجربه اي. لو جه صاحبك وقال لك انا عملت كذا كذا في الكليه فشلت ما اتعلمتش حاجه، ما تاخدش تجربته عشان هو ممكن يكون مختلف عنك. كمل تجربتك للاخر وبعد كده قرر هل انت عايز تكمل في الكليه دي ولا عايز تتعلم لوحدك. في حكمه بتقول ممكن تروح تصطاد بس ما تجيبش فريسه. ممكن اروح ادور على شغل وما اشتغلش، لكن مش ممكن تجيب فريسه لو ما رحتش تصطاد. فالفكره ان انا ما دخلتش الكليه عشان اجرب، فكده كده انت ما خدتش اصلا الخبره، ما خدتش الحاجه اللي المفروض تجربها الاول وبعد كده تشوف هل هتنجح ولا لا. احكي لكم عن رحله بسيطه كده مريت بيها في حياتي، تقريبا رحله الشغل يعني، سريعا يعني كده. انا بدات حياتي في منتديات، كان اسمها في جولتر، عملت منتدى اسمه عالم الزيرو. المنتدى ده وصلني في اليكسا رانك. اليكسا كان موقع بيجيب لك الرانكس بتاعت المواقع، الرانك بتاعك كام عالميا. كنت بنافس المنتدى كشخص قاعد في اوضه صغيره في جهاز بنتيوم 2، كنت بنافس موقع الدي في دي العربي. كان الرانك بتاعي مقارب لموقع الدي في دي العربي اللي كان فيه استثمارات وشغل عالي جدا. كل ده ليه؟ عشان انا لقيت نفسي في الموضوع ده، انا حبيته. مفيش حد اجبرني اشتغل الشغلانه دي ولا حد بيديني مرتب عشان اشتغلها، او مثلا يعني في دافع معين من حد، ده كان شغف مني. اول شغل جالي كان من سنين، واحد في السعوديه طلب مني ان انا اعمل له منتدى زي منتدى بتاعي بالظبط. دي كانت بدايه الشغل ورحت السعوديه بعدها. اول شخص اشتغلت معاه اللي هو ده ما يعرفش انا خريج ايه. هقول لكم في الاخر ليه انا بقول كده. وصلت السعوديه اشتغلت مع الراجل ده سنتين وعملت له شغل عالي جدا، عملنا حاجات للهلال الاحمر هناك. لحد النهارده الشخص ده ما يعرفش انا خريج ايه. معنى انه ما يعرفش انا خريج ايه يعني هو ما شافش السي في ده. ده اول شغل ليه. الشغل اللي بعده على طول رحت شركه اسمها نيشن نت، وكانت صاحب الشركه او المدير كان صاحب الشخص اللي انا كنت شغال معاه، وقال له الشخص ده جوكر هيعمل لك كل حاجه. ده طبعا غلط، انا ضد الجوكر دي، ضد ان انت تشتغل كل حاجه، لكن الحمد لله نفعت الشركه جدا واشتغلت 5 سنين سيستم ادمنستريتور. والشركه دي لحد يوم التوب ده ما يعرفوش انا خريج ايه وما شافوش السي في بتاعي. بعدها مباشره جالي شغل في جامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه. رحت عملت انترفيو مع المدير، كان بيسالني في حاجات مالهاش علاقه بالمجال، ولما سالته ليه قال لي اصلا انت اصلا الناس معانا هنا بيتعلموا منك في القناه فانا مش عارف اسالك ايه. فكنت بدات اشمعك في اي حاجه. الناس لحد النهارده ما يعرفوش انا خريج ايه. جامعة الإمام محمد بن سعود لو في حد فيكم مش عارفها، دي عبارة عن مدينة كاملة، جامعة عبارة عن مدينة كاملة. بعدها مباشرة طلعت على وزارة العدل. وزارة العدل يمكن من تاني أكبر مكان في السعودية ممكن تشتغل فيه بعد شركة أرامكو مثلا. لحد يوم التوب ده في وزارة العدل ما يعرفوش أنا خريج إيه وما شافوش السي في. اللي عايز أوصله لك مش إن الكلية مش مهمة. ده الجانب الكويس، إن ممكن أنا أودي ميولك كلها ناحية إن التعليم وحش. وعندي قصة وحكيتها لك والقصة حقيقية 100%. فين بقى الجانب الوحش اللي محدش بيحكيه؟ إن أنا جالي شغل أجمد من الشغل اللي أنا كنت فيه، بضعف المرتب وما ينفعش إن أنا أشتغله عشان الشهادة. أنا ما كانش معايا غير شهادة ثانوية عامة، الشغل جالي في وزارة كبيرة جدا ومرتب كان ضعف المرتب. والناس دي أصلا في الوزارة كنت بعمل لهم شغل أصلا، أنا مش هجرب لسه ولا يختبروني، أنا أصلا فعليا بعمل لهم شغل فريلانسر كفريلانسر وانا معاهم، بس انا هتعين رسميا ويبقى ليا مكتب بقى ولا لا؟ قال لي مش هينفع، السيستم ما بيقبلش غير شهاده خاصه بالكمبيوتر ساينس. الكلام ده ممكن يزعل ناس كتير جدا، ويقول لي شركات كتير عالميه عملت دروب للسيرتيفيكت والحاجات دي ما بقاش في داعي. ماشي انا ما قلتلكش لا، بس ايه المانع ان انا اكمل واخد فرصتي واروح اسقط زي ما قلت لك الحكمه واخلي الشهاده معايا. الشهاده ناس كتير بتستهيفها، بيقول لك دي مجرد ورقه. هي شهاده مجرد ورقه، بس الشهاده عباره عن زي 4 سنين قعدت فيهم مع ناس بتتكلم تقنيا. خدت
اخد رقم منهم واتعلمت واستفدت من الحياه. فالاستفاده دي كلها بتتوسط بالورقه اللي انت بتتفق فيها. الحاجه الثانيه ان انا كان في معامله محتاج ان انا اجيب اسرتي معايا ما عرفتش بسبب الشهاده. كان لازم يكون معاك شهاده ان انت خريج مثلا كمبيوتر ساينس زي المهنه بتاعتك اللي في الكوم عشان تجيب الناس. كده دي المساوئ الموجوده في الموضوع. لما حد بسمعه بيحكي لحد مش عايز اجمع واقول كل اللي سمعتهم بيحكوا ما بيحكوش الجانب السيء. انا حكيت لك عن واحد اسمه مستر اكس نجح وساب كليته وبقى جامد جدا. بس ما حكيتلكش انا عن 200 مستر تاني غيره فشلوا. فقصه ان انت تعمل زي الناس اللي بتكلمني يقول لي انا ثانويه عامه وهتعلم سيلف ليرن، لا خد الفرصه تخش كليتك وتعلم سيلف ليرن. لانك كده كده لازم تتعلم سيلف ليرن مع الكليه. هتلاقي تجارب ناس وحشه والناس دي ما بتكذبش واللي بيقولوا لك حصل. الدكتور ما بيشرحش ما بيديناش اي حاجه الكليه وحشه هو ما بيكذبش ده حقيقي. بس انت تجربتك غير تجربتك. جايز انت لو دخلت بعديه بسنه الحياه تختلف. جايز تلاقي الدكتور احسن من القديم تجربه مختلفه. جايز تلاقي طريقه ان انت تتعلم وتطور نفسك عشان تبقى احسن. فالموضوع كله مرتبط بتجربتك الشخصيه ان انت تمشي تجربتك مالكش علاقه باي حد تاني. احنا اتكلمنا عن اهميه البرمجه في البدايه خالص. في النهايه خالص محتاج اتكلم عن ان البرمجه مش لاي حد. في ناس بتحارب عشان تتعلم برمجه، لكن للاسف ممكن ما تكونش مسافر. ممكن ربنا خلقك عشان تبدع في مكان معين. لو اتكلمنا في المصطلحات الموجوده عندنا في المجتمع، مصطلح كليات القمه. الكلام اللي هقوله ده متاكد من ناس كتير جدا هتزعمل مفيش حاجه اسمها كليات قمه، هو في حاجه اسمها مجتمع ومنظومه مجتمعيه ووظائف بتكمل بعض. هسألك سؤال فكر فيه مع نفسك. لو اعتبرنا ان احنا ماشيين بطريقه المجتمع بتاعنا ان كل وظيفه اعلى من الثانيه وده على فكره منطقي يعني ربنا خلقنا فوق بعضنا درجات مفيش مشكله في الكلام ده. واعتبرنا ان الدكتور هو اعلى وظيفه في البلد او المهندس زي ما تحبوا يعني مفيش مشكله. واعتبرنا ان اقل وظيفه في المجتمع هو مثلا السباك مع ان دي وظيفه محترمه وما فيهاش اي مشكله خالص والراجل ما بيعملش حاجه على بعض. لو جينا في يوم والناس كلها بقت بتاكل ايه اللي هيحصل؟ لو المجال دي ضربت في بيتك مش هتلاقي سباك يعملها. لو قالوا لك ان في سباك موجود في حته معينه وهو الوحيد العرض والطلب هيخلي السباك ده ياخد منك فلوس قد اكبر عمليه جراحيه موجوده، لان انت مش عارف تعمل حاجه. فالموضوع عرض وطلب، عشان المجتمع يتزن لازم الوظائف تكمل بعض. فمفيش حاجه اسمها بقى كليات قمه وكليات مش قمه. في حاجه اسمها ان انا دخلت الحاجه اللي بحبها. الناس هنا الاهالي ممكن يمسك ابنه يبهدله عشان يدخل هندسه، عشان بس الرانك المجتمعي. بس هو عمره ما ساله انت بتحب الهندسه مثلا؟ تحب هندسه الميكانيكا، تحب الهندسه المدني، تحب الطب، هو ما بيسالوش، هو هندسه عشان لما تيجي تخطب تقول لهم ابن المهندس وبنت الدكتور. طبعا طبقيه غبيه جدا وللاسف عامله مشاكل كتير جدا في المجتمع. فهي مشكلتنا وعرفناها. هي ان انا ممكن ادخل كليه انا ما بحبهاش. فالناتج ان انا مهندس جامد، مهندس جامد في المجتمع، بس انا مش حابب الوظيفه دي فممكن افشل فيها. في دكاتره فشلوا، في دكاتره دخلوا المجال عشان الكليه دي جامده وممكن لما يبقى دكتور يجيب فلوس كتير جدا بس هو ما بيحبش المجال ففشل، دكتور فشل. وفي دكتور تاني بيعشق الطب وبيدخل وبيتعلم وبيبقى حاجه جامده جدا وبيكمل. ليا صاحبي اسمه احمد الفي كان دكتور وحاليا هو مبرمج شغال حاجه اسمها فرونت اند. كان دكتور ساب الطب ما عجبوش الموضوع. مفيش مشكله بس المجتمع ممكن يجلده الحركه دي ان انت تسيب كليه من كليات القمه عشان تدخل وظيفه تبقى مبرمج او حاجه. فطبعا دي حاجه غلط جدا. فالبرمجه مش بالعافيه. ممكن دي ما تبقاش مجالك، ممكن مجالك في حته ثانيه ربنا رزقك بسكيل فيها عشان تبدع فيها، دور بقى عليها عشان توصل لها. في ناس بتوصل للشغف بتاعها بسرعه جدا، في ناس بتقعد سنين عشان توصل للشغف بتاعها. اي
حد من الناس بتوع التنمية البشرية اللي يقول لك الشغف مش مطلوب الكلام ده يعني للأسف مش عارف أرد عليه في الدور هنا بس هو الكلام غلط 100% الشغف مهم جدا عشان يخليك تكمل أنا كان معايا ناس بتعد الوقت عشان تروح بيجي الصبح يبدأ يكتب عدد الساعات بتاعت اليوم ويقسم الساعة لست مقاطع كده 10 دقايق ويفضل كل 10 دقايق يشطب على حاجة قمة الملل هيموت ويروح جاي الصبح عشان عايز يروح واعرف واحد تاني كان بيمشي من الشغل الساعة 10 بالليل بدل 2:30 عشان معجب بالحاجة اللي بيعملها وحاببها جدا لدرجة إن الشركة قالت الشخص ده مش هيمشي لو طلب يمشي مش هيمشي لأنه بيحب الحاجة اللي بيعملها وعنده شغف رهيب بالحاجة فأنت بتدور على شغفك لقيته بسرعة فده قرار من ربنا ما لقيتوش أنت بتكمل بس الحل مش إن أنت تمشي غلط قابلتني واحدة على الفيسبوك بتقول لي أنا قعدت أعلم بنتي برمجة بقالي شهور وهي مش عايزة تتعلم فهو أنت ليه بتأذيها يعني أنا مش فاهم هي ليه أنت عايز تعلميها برمجة بالعافية دي حاجة الشخص بيجربها مع ابنه يعلمه لغة زي سكراتش نص عليها نصة عجب الموضوع تبدأ تنمي قدراته في البرمجة وتكمل معاه لكن مش بالعافية ممكن ما يكونش هو حاجة الموضوع ده ما تدخلوش بالعافية يبقى مبرمج الناس اللي قلناها الطب والهندسة ما ينفعش كل الناس يكونوا مبرمجين لأن في وظائف تانية لازم المجتمع يكون متوفر فيه الوظائف دي عشان المنظومة المجتمعية تكمل ويبقى أنت عملت إيه؟ وجربت اللي بيضيع الناس إن هي مش بتجرب خد فرصتك ادخل جامعتك مالكش علاقة بالناس الناجحة اللي خدت طريق مختلف والتجربة بتاعت إن أنا أسيب بعد كده التعليم وأتفرج على نفسي دي ما تاخدهاش قبل ما تدخل تجرب آخر قصة معانا زمان جالي شغل في بازار في الغردقة صاحبي قاعد يشكرني في الشغل جدا وأنا عارف نفسي أنا ماليش في حاجة زي كده مش هعرف أبيع مع حد ما عنديش القدرة إن أنا أقعد أكلم حد في اتصال وفلوس والكلام ده صاحبي قال لي لو أنت ما رحتش الشغلانة تجربها بس هتقعد بقية حياتك تندم وعند أي مشكلة هتواجهك في حياتك هتقول يا ريتني رحت الغردقة كان زمان ومعايا فلوس كان زمان بتعامل كويس كان زمان مديري مش بيزعقلي كان زمان مرتاح نفسيا كان زمان عيني مفيش هالات سودا حواليا كل مشكله تحصل لك في حياتك هتركبها على الموضوع ده عشان انت ما جربتش لكن لو رحت الشغلانه دي وقفلت الباب ده تماما واتاكدت انه مش نافع ليك يبقى انت عملت اللي عليك وكان جايز انك تلاقي الشغلانه حلوه وتكمل فيها يعني في الحالتين انت مستفيد يا تكسب الشغلانه وتبقى جامد وتكمل يا تقفل الباب ده تماما